بكم أصدقائي الأعزاء. معنا النهاردة صديقة جميلة من زاوية روضة. صديقتنا الجميلة بسبب إصابتها بالكانسر فقدت أحد صقاياها بالكامل، وإرادة قوية وإيمانها بقدرتها الخاصة بثقتها بنفسها على أبقى ذات من النهاردة بتمارس أعمالها اليومية بكل سعادة وكل نشاط. صديقتنا الجميلة نموذج جميل المرأة القوية صاحبة الإرادة اللي بقوة إرادتها وعزمتها رفضت الاستسلام للياس. قوة إرادتها وعزمتها قدرت تتغلب على المواقف وقدرت تحول المواقف لطاقة. صديقتنا الجميلة نموذج جميل لكل متحدي المواقف. أصدقائنا من زاوية الإرادة قادرين على الحياة، قادرين على قادرين على تخطي كل العقبات ومواجهة كل الصعاب، قادرين على انهم يعيشوا حياة طبيعية مثل الاخرين. قوة